ولكن الا خدمت بهذا المونتاج اللي غادي نقول لكم هذا راه معروف عند الدراري كاملين، لان غير كان خاطب الفئه الناس اللي يلاه مبتدئين باش ما يطيحوش في داك الخطا، يمشي يصيد ويكون البحر مزيان مثلا واخا واعر ويكون فيه الدراري، يجي وحده ناس اخرين كيضربوا الحوت وهو يبقى واقف، وكاين اللي كيحشم ما يقدرش يسول على نوع المونتاج. اللهم نوريك المونتاج وتمشي من هنا هاني، كاين البحر خدم بهذا المونتاج وتفكرني، ما غتستعمل لا تريبل لا ميريو ديال والو، صناره والتريبل وكل شيء غتصاوبو من هذا. بسم الله. هذا الخيط هذا اللي كتشوفو انا غادي نقطعو، هذا هو الخيط اللي جاي من الماكينه باش نكونوا متفاهمين، هذا الخيط هو اللي جاي من الماكينه صافي، انا غادي نقطعو. هذا خيط جاي من الماكينه، هذا الخيط هذا نربط فيه الصناره باش تكون الامور واضحه. هذا نربط فيه الصناره ديالي، هذا خيط ما غنديرش انا، هذا الخمسين، هذا الخمسين انا غنرقع بالخمسين. مثلا واخا تكون عندي الماكينه فيها الخمسة وثلاثين، راه غندير البادلي لقدام الخمسين، غنربط واحد الطرف ديال الخمسين، لا سيما انا كنت صيادت في مناطق فيها شويه الصخر لداخل، غادي ندير واحد 15 متر لقدام ولا 10 متر ديال الخمسين، غنربطها مع 35 باش ديك 10 متر ولا 15 هي اللي غادي تكون قيصه ديال الصخر. ديما 35 انا مخلي غير التخراج غير باش يخرج ليا البلومه بعيد صافي، اما الخيط اللي غادي يكون قيص الصخر ولا هذا يكون 50. اذا خصني في هذه الوقيته ما غاديش نقول لك انا رقع بالربعين ولا رقع بالخمسة وثلاثين، راه تسمى كنضحك عليك، هاد الوقيته ماشي ديال الخمسة وثلاثين وماشي ديال الربعين، خمسة وربعين اوكي خمسين. هذا الطرف اللي غندير انا البلومة انا واخا نقطعو الخمسين راه ما غنديروش الخمسين، راه غير باش نبين لك هذا راه غنديرو انا خمسة وثلاثين، هذا غنديرو خمسة وثلاثين خاص للبلومة، وغنقول لكم علاش. ها الخيط اللي جاي عندنا من هنا من الماكينه هو هذا، غنجيو هنا غنديرو هكا، شوفوا معايا مزيان، ها هو متني على جوج، متني على جوج، نزيد نصحو شنو غندير، غادي نعاود متني على جوج عاوتاني، هاولي هكا، في ربعة، يعني جوج خيوط على جوج. غنشد هنا غندير هاد العقدة، واحد جوج هذا الخيط اللي جاي عندي من الماكينة، ها شنو عطاني، هو ندوبل هنا على جوج، غنقطع هاد الزايد هذا، هاو صحيح ما غايتحلش، غناخد الخيط ديال البلومة، غنحط هذا، غناخد الخيط ديال البلومة خمسة وثلاثين، كلشي كيعرف هاد الطريقة، غندخل الخيط من هنا، غندورو من هنا، وغندير عقدات، نبقى ندور 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 باش العقدة ما تخرجش، ولا ندير مثلا عقيقة لتحت، ولا ندير ميريو صغير ديال جوج، ولا ماشي مشكل، أنا الغرض عندي هي السبيب ما يخرجش ليا من البلومة، صافي، غير نستوبيه، أنا غندير غير دورات. بحال هكا الخيط ستوب، غنجي غندير هذا هكا، حيد داك الزايد، غنجي لهذا
ها هو نفس المنظر، غنديرو هنا غير على غير على واحد. وندور جوج غراز هاو صنارة. هذه ديال العشرة، الضروة ديال العشرة مثلا. أنا غادي نصيد اليوم بصبع الروطان، ندير صنارات العشرة ولا ديال التسعود، إما التسعود إما العشرة. بارك، ناخد الخيط ديال الطرقان هو هذا، أغلبية الريس راه كيعرفو يعقدو عقدة عادية، هي هادي مزيانة. انا غير كنوريكم مع الزربه، نتوما ضروري ملي تبغي تجر الخيط ديالك دير شويه ديال الريق وجر، باش الخيط ما يتحكش مع الخيط ويتشنتف وتضعف لك الترقيعه قبل ما تصيد انت. غير واحد الملاحظه، كاين بعض الاخوان مثلا تيعقد الصناره كيعقدها هنا الفوق وتزيرها هنا الفوق، راه خطأ. هبط شويه وعقد الصناره وزيرها لتحت، خلي واحد المسافه هنا ديال 3 المليم ولا 4 المليم كاع بينها وبين راس الصناره هذا اللي الفوق، تبقى خاويه. حيت الا طلعت هذه العقده هنا، حنا عارفين هذه مسطحه، الا طلعت العقده هنا غتقطع، هي كتبقى ديك المسافه كتخليوها كما قلت لكم ديال 3 المليم ولا 4 المليم ولا 2 المليم ونص بحال هكا ما بينها وما بين الراس الصناره، حيت هذا الراس هذا ماضي. الا طلعت لينا العقده اللي هنا غتقطع، غتقطع لا سيما الا كان شي حوت غليظ اللي غيشد لك الوقت. ديما عقد شويه هنا لتحت وزير، سني الصناره خاصها تسنى ملي كتورك عليها طق كتسمع صافي. المهم نكملو المونتاج ديالنا. دابا شبالنا غنوريكم كيفاش تمونطيو هادشي. هذا الخيط اللي في الماكينه هو هذا، غنجيو هنا للصناره غنديرو له نفس الخدمه اللي درنا للخيط ديال الماكينه. علاش عندنا هاد الغرض؟ هذا يكون صحيح وهذا يكون صحيح، غنعاود نديرو له نفس الخدمه اللي درنا للاخر. هاو نجيبو هكا نعاودو نقلبو هكا حتى هو على جوج كما كتشوفو، الخوت راه هو على جوج وغادي نعقد. ها وحدة ها جوج، المهم الخيط هو عندي مزير ومدوبل على جوج. نحيد هاد الزايد، ما تخافوش من هاد العقدة، راه ما كتحلش، راه ما كتحلش بتاتا. دابا غنبداو المونطاج. هذا هو الخيط اللي صوبنا في الاول، هذا هو اللي جاي من الماكينه. شنو غنديروا؟ غنجيبوا هذا الخيط ديال البلومه اللي صوبنا، غندخلوه هنا. شوفوا معايا الدخول هذه هنا، البلومه من وسط كتولي مسافة.
غنديروه من 35، هذا من 35. بلومه راه غالبا لك البحر غنديروه 150. غنجيبو الخيط ديالنا ديال الصنار هاو دوبل. واش عرفتو فين غنديروه؟ غنجيو لهنا الخيط الرئيسي اللي جاي من الماكينه، هاد الدوبلاج ديالو ندخلو هذا من هنا ونخرجو هذا نفس العملية. هذا غيدخل من هنا والصنارة تخرج من هنا. المونتاج ديالنا كامل، يكون البحر خدام، يكون 3 متر ويكون 4 متر، راه ما غاداش تشربك. ها البحر خدام، ها هي كترول. حنا نديرو هذا كوران لتحت طلاق، ها هي رجعت لبلاصتها. كوران معدومه يدي منها، كوران معدومه يدي منها. غدير ميريو ديال تريبل، غدير ديك الخدمه، كون مأكد غتجبدها كل دايرها. هذه نصيحه من عندي، خدم هذه الخدمه، هذه طبيعيه عاديه، خدمه عاديه وتقليديه، راه كلشي كيخدم بها تقريبا. الناس اللي كيصيدوا هذا الدرعي في هذا البيريود هذه بالصباع بالروطال ولا بداك الحوت الكحل الصغير اللي قلت لكم باللوص، خدم هكا. ما دير لا ستوبورات لا ميريوات لا زمر، خدم هكا، خدم هكا، خدم هكا بهذه الطريقه التقليديه. علاش؟ لان ملي تيكون البحر ما تقولش ليا بان الخيط هنا غلاض مضوبال غيشدوا الدرعي ولا غيشوفوا ولا غيبقى، راه الدرعي راه ما يشوف لا خيط ولا خيطه. الدرعي عينو مع صبع الروطاله مع البيوضه، لان ملي تيكون البحر كتكون حتى الرؤيه كتكون شي شويه مضبه. علاش؟ كيكون تحت الماء بيض، كيكون التقلاب. ملي كطيح هادي هكا كيبقى هكا عندك المونتاج، هادي كتمشي وتجي مع الكوره حتى كيهزها وما كتخربش. وعلاش قلت لكم من 35؟ حتى لا هز الحوت وكانوا داخل شي عوامات شي حجار ولا شي حاجه وغل لك البلومه غيورك عليها 35 غتقطع، غيبقى لك هذا المونتاج. علاش؟ حيت حنا خاشين هاد سميتو عليه هاد الترقيعه ديالنا، راه خاشينها مع الخيط اللي مضوبل على جوج ديال الخيط الرئيسي، راه ماشي مع هاد بلومه، راه ايزولي بوحدها يعني تقطع ما عندنا بها غرض. هذه راه تبقى الحوت غيبقى عليك. حنا علاش ضوبلنا هنا وضوبلنا هنا؟ علاش ضوبلنا هنا وضوبلنا هنا؟ باش نصحو هذا اللي ما نضوبلوش. هذا عندنا الغرض حنا يبقى ضعيف، داز الحوت مع الحجر ولا جتي للجنب وكاين جروفه ولا شدت لك البلومه مع الحجر وراك عليها تقطع، يبقى لك الحوت ديالك منك ليه. هادشي مفهوم؟ هذا المونتاج هذا راه ما كيتخربلش. ها انت دور دور مع راسك، ها كيما بغيتي، ها نديرو البحر هذا راه كيرولي فيها، ها غتلقى غترجع لبلاصتها هي. نتمنى من الله الفكره تكون وصلت.